السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد من قناتكم توجنات. اليوم ان شاء الله جيتكم بفيديو جديد، فيديو اصلاحات الكوزينه ديالي، وفضلت انني نبداها لكم بهاد اللقطه هذه ومن هذا الركن هذا اللي عجبني بزاف بزاف في الدار. وبغيت نوري لكم باش نوريكم بان باشياء اللي هي بسيطه بزاف ممكن لك تغيري المطبخ ديالك، والاهم من هذا الشيء هو انك كتسهل عليك اي حاجه بغيتي تخدمي بها. بحال هذا الركن ديال الشاي كتجمعي فيه كل ما يخص الشاي. صراحه الناس اللي داروا هذه القضيه هذه وفكروا في هذه القضيه ديال ركن القهوه او ركن الشاي انها راه شي حاجه اللي هي زوينه بصح ماشي بصح يعني بزاف، وما غاديش تعرفوا بحقلة ديالها حتى غديروها، لانها كيكون في المتناول، كيكون كلشي قريب لك وكلشي حداك. ماشي كتمشي كتجيبي واحد الحاجه، جيبي الحلوى من بلاكار، جيبي التمر من الثلاجه، جيبي السكر من جهه اخرى، واتاي ملي كديري هاد القضيه كيكون كلشي قدامك وكتفكري حتى انك تناولي هذاك الشيء اللي كتحطي قدامك، في عكس بانك ملي كتكوني حاطاه في البلاكار بعض المرات كتنسيه. صراحه انا غير التمر بعض المرات كنساه انني باش نجبدو تنعكز عليه تنقولو صافي خليه مره اخرى، ولكن ملي كتحطيه هكا قدامك تيشهيك انك تناوليه، وكتدوري دوري مره وكتنقبي منه وكتستافدي منه. داكشي علاش بديت لكم بهاد اللقطه هذه. وندوزو دابا باش نوريكم الكوزينه ديالي كيفاش كانت قبل الاصلاح وكيفاش غادي تولي بعد الاصلاح، باشياء اللي هي بسيطه وغير مكلفه. راه ما كنحتاجوش اننا نشرب شي حاجه يا البنات اللي هي غاليه باش نغيروا من الديكور ديال المطبخ ديالنا، خصوصا ان المطبخ هو اللي كندوزو فيه واحد الوقت اللي هو كبير بزاف بالنسبه للسيدات، ويعني كنشوفوا دائما نفس المنظر. كنبغيو نغيروا من الروتين ديالو، يعني من داك الروتين ومن داك الشوفه اللي كنشوفوا فيه ولو باشياء بسيطه. الورق اللي غادي نغلف به راه الورق اللي هو معروف واللي زعمني عليه البنات، هو انني ديجا استعملته في الحمام، راه زوين تيلصق مزيان. استعملته في الحمام يعني في الداخل ديال لادوش. اللي ما شافش الفيديو ديال الحمام راني غادي نحط لكم في صندوق الوصف، نحط لكم الرابط ديالو باش تشوفوه. وداكشي علاش اللي زعمني عليه ان نديرو في الكوزينه، وانا الشكل ديال الجلي عندي في الكوزينه مابقاش زوين بزاف، وكذا نوع من التغيير، يعني ماشي شي حاجه اللي هي غاليه بزاف باش غادي نبدلو هاد، يعني بدل ديكوراسيون كنقدروا دائما نشوفوا نوع واحد او شكل واحد كنشوفوا المطبخ ديالنا واللي هو كندوزو فيه وقت كتير، يعني ضروري من مره نغيروه. وصراحه كنت معوله ان غادي نصوب الكوزينه ديالي، ولكن غير مازال ما تحتاج الظروف، يعني الوقت ما ساعفناش باش غادي نقادها، لان خص الجليج كله يتبدل، وهذاك الجرانيت اللي عندي حتى هو خصو يتبدل. بلا ما نطول عليكم غندوزو مباشره باش نوريكم هاد الورق. بالنسبه لهاد الورق النصيحه اللي عطاني السيد غير باش ما تنتوما تعرفوا، كاين النوع اللي هو رقيق، كاين واحد النوع اللي هو رقيق بزاف واللصاق ديالو راه ما تيشدش مزيان، وهو نصحني بهذا النوعيه هذه كما كتشوفوا، هذا رقيق. ونصيحه اخرى الا بغيتوا تاخذوا هذا الكاريب هذا غادي نوريكم الاسم ديالو، السميه هذه. بالنسبه للعبارات راه نفس القياسات اللي عندهم كاملين، تقريبا شي 70 على 77. غير النصيحه اللي عطاني السيد اللي شريت من عنده هذا، اول حاجه كما قلت لكم هذا غليظ واللصقه ديالو ممتازه، والا بغيتوا تاخذوه الاصلاح خذوه في خضره وحده، او لا احتفظوا بهذا التيكيته ديالو باش تاخذوا نفس الشكل، حيت كاين اختلاف في الزواق. راه واخا تيبان لكم هكا كله بحال ولكن راه كاين اختلاف. هذه هي النصيحه اللي عطاني، قال لي خذي كلشي في خطره وحده، اللي غادي يقدك ضروري تاخذوا القياس ديالكم عاد تمشيو تشريوه، حيت الا خديتي مثلا ثلاثه ولا اربعه ومن بعد احتاجيتي وحده ولا جوج تقدري تجيبي وحده مختلفه وما غاديش يجيك الديكور هو هذاك. هذا بالنسبه للحيط. بالنسبه للبلاصه اللي غادي نغلف بها هذاك الجرانيت، غادي نوريكم هنا واحد الكاغيط كما كتشوفوا فيه واحد اللمعه وفيه واحد الزواقه منه، يعني اللون في اللون، بغيت نديه لكم الضو باش تشوفوه. ها هو كما كتشوفوا جبت لكم حدا الشرشم، شفتوا الشكل ديالو. بالنسبه لهاد الورق اللاصق هذا خديته ب 45 درهم، 45 درهم هي هذيك، يعني جوج ب 90 درهم. هذا ماركه المانيه،
يعني ماركه ممتازه وفيها العبار ديالو هو هذا. هذا هو لا ريفيرونس ديالو، خديته في واحد المحل خاص بهادشي ديال الديكوراسيون. هذا هو اللي غادي نغلف به هذا الجرانيت. هذا غادي تقولوا لي الجرانيت صحيح؟ فعلا صحيح، الجرانيت راه زوين بزاف. الجرانيت كيستحمل الحراره وكيستحمل يعني حتى الا قطعتي فوق منه شي حاجه، يعني هذا ولا سنوات وهو عدي وراه هو كما كتشوفوا، ولكن غير بنادم كيبغي يغير شويه. وقلت علاش لا ما نجربش هاد، انا شفت بزاف المطابخ المصوبين بهذا الورق هذا، وقلت علاش لا ما نديرش وما نديروش حتى انا ونشوف النتيجه ديالو ما فيها باس. بالنسبه راني كتجربيه بالعافيه، راه ما كتشدش فيه العافيه نهائيا، هو ما تحطوش عليه الحاجه السخونه. هادشي اللي قالوا لي، لان جربته بالبريكه، شعلت عليه البريكه وبقيتو ما تيشدش العافيه. وها هو راه ماشي كحل سام، ها هو دابا كتبان الصوره اوضح. انا خديت جوج ديال الرولوات مثلا، ما عرفتش واش غادي يكفاني ولا لا. اذا على بركه الله، اول حاجه غادي ننظف هذا، نخوي هذا البوطاجي ديالي وغادي ننظف. هنا كما كتشوفوا هنا بقات واحد البقايا ديال واحد الورق قديم. هذا الورق هذا راه ما غير هذاك اللي كيدير 13 درهم البنات. وهنا عندي واحد ديفو تحت الشرجم اللي هو حتى هو غادي نقادو هذا الشيء كله، هو بقى هنايا واخا كتمسحيه كيبقى هكا داك السيمه ديالو، السيمه بيضاء او الكبس. اذا اول حاجه غادي نظف البوطاجي ديالي، ضروري يكون ناشف من الماء وكذلك الحيط، وغادي نبداو العمل ان شاء الله. بالنسبه للمشكل اللي غادي يكون هو ديال الروبيني، الا كان ممكن تسدوا الماء وغادي تحيدوا الروبينيات حتى تركبوا الكاغيط ديالكم بعد ترجعوهم. انا جاتني القضيه شويه صعيبه، اذا خديت هنا واحد الطرف ديال الجورنال اللي خديت به القياس اللي غادي نقطع به هذا الكاغيط. هذا كما كتشوفوا غادي ندير فيه واحد الفتحه، غادي نمشي على هذا القياس هذا باش غادي يدخلوا ليا ديريكت هذوك الروبينيات. وهاد الفتحه ضروري ملي ندخل هاد البابي ديالي. اذا انا قياس خديته غير بالجورنال وبقيت كنقاد فيه حتى تقاد ليا. نشارك معكم هذا المنظم هذا اللي خديته من بيم، صراحه ما ندمتش عليه، زوين وعملي بزاف. خديته ب 60 درهم، درت فيه السكر واتاي، وهاد القرعه حتى هما خديتهم ب 15 درهم. عندهم ديك الكاوتشوا اللي كتحافظ يعني على الحلوه الا درتيها فيها، شريتهم ب 15 درهم، يعني ما كاينش شي حاجه اللي هي غاليه بزاف. وهاد لاكلوش هذه تقريبا 13 درهم، وهذه نفسها ديال الكبار هذه بخمسة دراهم، راه معروفين. وعندهم هذاك كما قلت لكم ديك الكاوتشو اللي كتصلح انك كنقولوا ارميتيك، يعني كتبقى محافظه على الحلوه وكا كتحطيها حدا كتكون في المتناول. هذه القرعه هذه حتى هي عجبتني، خديتها لقيتها في اسواق السلام، الثمن ديالها 15 درهم، الثمن ديالها حتى هو رخيص، قلت لكم 15 درهم باش خديتها. وهاد لي بلونط هادو راه كانوا عندي، كنت شاركتهم معكم شحال هذه في المشتريات.
صافي وبقى هذا الركن هذا درت فيه هذا الغلاي وبقى كل شيء قريب ليا. خديت هاد لابلونش هذه ساعدتني باش نحتفظ على هذاك البابي. بحال هكا الا حطيت شي حاجه سخونه ولا بغيت نخدم عليها كتكون قريبه ليا. هنا في هذا الركن هذا فوق هذيك لا ماشين درت هذه ديال العطريه كنتاخذها من ايكيا. وهذا الحيط هذا درت فيه هاد الديكور هذا هذيك اللوحه راني شاركت معكم كيفاش صوبتها. وبالنسبه لهاد الديكور هذا ديال هاد الفورشات وهاد الموس عجبوني بزاف. هاد كنت شفتهم خديتهم من الفا 55 كاين الحجم اللي اصغر منه كاين الحجم اللي اكبر منه وهذا الحجم المتوسط. كيجي الديكور ديالهم زوين والمنظر ديالهم زوينه كاين فيهم حتى المعلقه. انا شفتهم غير في الفا 55. وهنا درت هاد الطابيه هذه ودابا غادي نخليكم مع الشكل ديال الكوزينه كيفاش ولات باللوك جديد. نتمنى ان شاء الله يكون عجبكم هاد التغييرات هادو. خديتو حتى نتوما فكره ونتسنى التعاليق ديالكم باش تقولوا لي الاراء ديالكم في التعاليق. كنقول لكم شكرا والى فيديو قادم بحول الله.